وقل رب زدني علما. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وجعل شيطانا لأمرين، وجعل شيطانا لأمرين، أحدهما أن الحامل له على فعله هو تزيين الشيطان له، فهو الذي جره إليه وأوقعه فيه، وصرح به في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وصرح به في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم، ففيه فإن معه القرين. والآخر أن فعله الذي يفعله من إشغال المصلي والتشويش عليه هو كفعل الشيطان، هو كفعل الشيطان. فقد ثبت في جملة من الأحاديث أن الشيطان يسعى لإفساد صلاة المصلي عليه.